السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يا خامس، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم الأحد، التاريخ 26/4/2020، الحصة الثانية، الصف الخامس، المادة الحاسوب، اسم وحدتنا الفيروسات، ودرسنا والدرس الأخير هو تكملة لدرس الفيروسات. اليوم بإذن الله يا خامس رح نختم آخر درس في منهاجنا لهاي السنة. حكينا عن الفيروسات بشكل عام، قلنا هي برامج تتم كتابتها بغرض إلحاق ضرر بحاسوب آخر أو السيطرة عليه. أظن هاي الشرح حفظناها من كتر ما عدناها، صرنا أكثر مرة رحنا نعيد درس الفيروسات، إنه هي برامج تتم كتابتها بغرض إلحاق ضرر بحاسوب آخر أو السيطرة عليه. هلا، ما هي العلامات الشائعة لوجود فيروس في الجهاز؟ حكيناها، البطء الشديد للجهاز، امتلاء القرص بما لا يتناسب مع عدد وحجم الملفات الموجودة عليه، ظهور مربعات حوار غريبة في أثناء عمل الجهاز، وإضاءة لمبة القرص الصلب أو القرص المرن دون أن تقوم بعملية فتح أو حفظ. لهون إحنا أخذنا الحصة الماضية مظبوط، وبتمنى أن تكونوا حافظينها وحافظين التلخيص بشكل ممتاز. نيجي نحكي كيف نحمي أجهزتنا من الفيروسات. طب إحنا حكينا العلامات اللي دلتنا على وجود فيروس، طب أنا كيف بدي أحمي جهازي إنه ما ينزل عليه هذا الفيروس؟ واحد، لابد من وجود برنامج حماية من الفيروسات اللي إحنا بنسميها يا خامس الأنتي فيروس، برامج الحماية. لازم إن أنت تكون منزل على جهازك برنامج الحماية. اثنين، لا تقم بفتح المرفقات في أي إيميل لا تعرف إيه مرسله. يعني أحيانا يا خامس تجيك رسالة أنت ما بتعرف مصدرها، بكون فيها مثلا بعض الفيديوهات أو إلى آخره، فإنه ممكن تكون هاي الفيديوهات أو هاي الملفات عبارة عن فيروسات، فأنت لا تقم بفتح المرفقات في أي إيميل. ثلاثة، لا تقبل ملفا من شخص لا تعرفه أبدا. يعني أحيانا تجيك رسالة إنه لقد ربحت أو لقد فزت، أنت ما بتعرف هذا الشخص، ممكن أنت بحفزك عشان إنه تفتح هذا الملف وبيكون عبارة عن فيروس بنزل مباشرة تلقائيا على جهازك. أربعة، قم بتحديث برنامجك بشكل دوري. البرنامج الحماية اللي حطيته الأنتي فيروس كل فترة يا خامس يجب تحديثه، اللي هي عمل له أبديت. ليش؟ أنه كل يوم إحنا عندنا فيروس جديد الجهاز، حتى أي برنامج أنا بنصحك يا رابع يا خامس إنه كل فترة تعمل له أبديت. خمسة، احرص على فحص جميع البرامج التي تقوم بتنزيلها من الإنترنت. أحيانا يا خامس بتنزلوا، وخاصة الألعاب بتنزلوها من الإنترنت، وبتكون محملة كتير بالفيروس. أهم برامج الحماية خامس اللي ننزلها على جهازنا مشان نحمي جهازنا من الفيروسات، واحد، برنامج الكاسبر سكايب. شايفين كيف شكله بيكون؟ هيك شكل الأداة أو هيك شكل الأيقونة بتكون على جهازك، الكاسبر سكاي. اثنين، برنامج حماية الأفست. طبعا في عنا كتير يا خامس برامج حماية، احنا أخذنا أهمها، لكن انت لو طلعت على كتابك رح تلاقي فيه كتير. في عندك النودي 32، في عندك برامج حماية كتير. لهون يا خامس بقدر أحكي لكم يعطيكم ألف عافية، وهيك بنكون ختمنا مادتنا بشكل كامل، وأنا جاهزة لأي استفسار ومساعدة. يعطيكم ألف عافية.